دخلونا بعضنا فاللحظه دي نتاع الكورونا ما عادش فاهم شيء الواحد ولا كالدخان المضروب تزيري. وانا يتكيف البزنس يتكيف الليزر الليزر قطعوه تو هانو البزنس يدور. وانا يحبوا يضرونا ما يزيدش في بدننا في صحتنا حتى في تلقيحنا مش يضرونا مضره. وزاد فهمتوا عليها في 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 حياتنا زاد في حياتنا تشوف فيها زاد ولات مضره الف مضره في مضره ما ادريش احنا حتى قبل ما نلقحوا ما مش نتوفق قبل ما نوصلوا اللقح عليه خاطر الوضع هكا تشوفي فيه عباد ما عادش فاهمه بعضها دير الفلس والهم والقينيا دابو زمان ب 800 فرنك تسمع فيا زاد تمية بالليل ونهار وانا حتى كمش تقعد شي ب 800 دابو سلمي تسمع فيا معناها والعيشه تو انا وحدي هاني يعني تشوف فيا براسي 20000 كل يوم نصرف تسمع فيا كيفاش تحبني ما نتوفيش باش باش تتوفى نتوفى حتى بالجيني كريس قعدت نبدا نمشي نهبط نتسكك واحد فهمت ستاب هما المرض ذا اللي عملوه هنا قبل الكورونا معناها مع الكورونا جابوا لنا مرض معناها غلاء المعيش غلاوها الدنيا الكل مش تعمل قهوه مش تفطر مش تتكيف مش كذا وقصوا الخدمه الكل كيفاش مش يعيش الشباب فهمتني كيفاش مش يفهم التلقيح وكيفاش مش يفهم حدا انت وفر له في جيبه خليه يصرف ويتحرك وكذا ومن بعد تو يلقح ويعطي يعطي يعطي العباد ولا تتناقض هاو هاو تو كيما اللي صارت هذيك في شو اسمها تايلاند معناها قرعه بقره ما ادري شنو هذه حكايه فهمني تو واحنا شو يعطونا لهنا ها ربطيه واحد من الناس في زوج صحافي لبليبي في النهار ولا اربع صحافي والله نعم في اربع صحافي لبليبي لا كورونا لا ويل مش سخانه البليبي ما يتاكلش في السخانه يا ودي ناكلوا في السخانه وهذه عباد تعمل السخانه وبلاد تعمل السخانه كيفاش تحب روحك معناها ما تضرش الحمد لله لكن في الاخير نحب نفهم انت باش تلقح ولا ماكش ملقح انا راني ما هاني ملقح خلقي فهمتي تو هاني ملقح خلقي فهمتي ملقح خلقي هاني قلت لك الدواء الوحيد يمشي يعمل صحفه البليبي ويغلف روحه بالفيكس تسمع فيا ها ويعمل رابطين بصل تحت راسه وانت طلع له السخانه يعمل يجبد راسي ياكلوا لا باس الحمد لله معناها يلقى تلقيح ولا ويل الشعب يطلق توا لازم معناها الشعب كامل يلقح هي الشعب الكامل يحب يلقح خليه يمشي يلقح فهمتني وما يحبش يلقح ما يحبش خاطر توا ولا تتخوف الدنيا فهمتني توا باهي خويا لقح عمل زريق لقح عمل زريق اصبح ميت تدري عليها صح ولا اصبح متوفي تدريش عليه انت ما زلتش تضمن انت في انت تو العباد ولا متخوفه من بعضها صح ولا هذا باكو دخان تخليه انت فوق الطاوله باكو دخانك يهزهولك ولا عباد ما عادش مستثقه في بعضها خلي مش يستثق في معناها في زريقه يدري على روحه ما يدريش لكن الزريقه باش تكون تونسيه هي تونسيه ولا حتى اجنبيه هاك تشوف معناها شكون اللي لقح معناها فماش عباد لقح تكا وشفناهم معناها كتاثر فينا ماناش فقرا تجارب احنا وكذا تسمع فيا كان حاجه معناها كان حاجه كتبت لي بها ربي باش تصير لي تو تصير لي سواء نمشي سواء متكي سواء ما في معلق فوق شجره فهمت اموري هذيك فهمت تو كان كاتب حاجه تو تصير فهمت اش مازال تحب تسال يا اخي يعني انت تو مقتنع انا مقتنع هاني تو العمر بيد ربي وكهو كان كتبت لي حاجه تو ناكل سواء قريب سواء كورونا سواء اللي هو تو انا عندي بجاه ربي طلعت في مترو اكل عبايه نتاع المترو هذيك اما اصحابك جروب ما بعثكم انتوما طاحش فيهم واحد بالكورونا طاحش فيهم واحد ها ودي غالي اسعار هذا ماهيش كورونا هذا راهو غالي اسعار باكو ليجير ولا ب 5000 دابو 600 ب 800 هل درا شنو هو درا شنو الواحد ولا حتى بالرسمه كيما حكيت لك المره ولات المراه كي تغزر له الراجل يدنك راسه بصراحه ما عادش عنده عليها باش بالرسمي اللي صبت لاق كثرت لا 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 العباد ولات خايفه من بعضها هاك تشوف في الدنيا معناها حطموا الانسان الزوالي حطموه تحطم الزوالي معناها ما عادش يخدمك السيرفير وكل في الريستورون وكل معناها عباد هذو يحبوا يقول لك كيفاش هاي بركاجات هاي مشاكل ما عرفش شنو منين كي هو ما عندوش منين مش يا اخوي سايب له البحر خليه يخرج سايب له اعمل له موضوع تو نصبه انت غادي نصبه مش يمشي يعمل نصبه يعتقلوه له كيفاش باش يعيش بالله كيفاش باش يعيش ها وتقول الشباب هاو بطال وبر مشي يخدم وما عرفش هو مشي يخدم اش مشي يخدم كان ما تادي يقزر نسيه هملت فزت نسيه انسى فزت راك تشوف تو تعمل دوره لهنا وتشوف فزت انسى من ايش فهمت ولا من العمله ما فماش عمله تسمع فيا تلقى راجلها ما عندوش فلوس ولا تمشي تسرح تخدم على روحك باش تعمل ايش تخدم على روحك تمشي تدبر راس السينما ولا يخدم اكثر من كان تجيب انت كريم الغربي ريتو كريم مسرحيه كريم الغربي ما يخدمش كما تشوف فيها اليوم تشوف اليوم يا ودي عبيد هكا تشكل هكا تشوف تهز هذيك هي خدمه وكا السينما يخدم على الحوايج هذيك فهمتني توا افرح بيا نذويلي نذويلك وهذيك هي الحياه فهمت توا
يخدم اكثر من كان جيب لطفي العبدلي ولا كرم الغربي مسرحيه ما يتعباش كما 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 السير الايام تشوفته. قداش فلوس؟ شنو قداش فلوس؟ قداش يخدم؟ والله لشنو على السينما؟ والله ما نعرف، قسمت بلي ما نعرف، شيت نعم في الكعبه ملاوي العباد شيء غريب. معناها بالرسمي فزت الدنيا، صدقني شيء مهول برشا، معناها العبد ولا يمشي ويحكي وحده، فهمت كيفاش؟